اتكلمنا معاكم عن اقتراب الميركاتو الشتوي. فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك حاليا بيسعى لتدعيم المركز الدفاعي للنادي بعد الغياب الطويل للونش. سمعنا عن احتمالية عودة محمود شبانة من الإعارة اللي بيلعب حاليا في خط دفاع نادي سموحة، ولكن الكلام اللي موجود او منتشر دلوقتي هو ضم احد مدافعي البنك الأهلي وهو المدافع احمد ياسين وباهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي. فيريرا بيرغب في تدعيم المركز الدفاعي، ولكن واضح انه حريص جدا على اختيار الصفقة اللي فعلا هتغطي غياب الونش او هتقدر ان هي تعوض الغيابات والنقص الموجود في المركز الدفاعي.